بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه النبي العربي الأمين، وبعد. موضوع محاورتنا لهذا المساء مخطوطات نسبت إلى غير أصحابها. وقفنا على مخطوطات كثيرة منسوبة إلى غير مؤلفيها، إما جهلا وإما تزويرا. تنسب هذه المخطوطات إلى مؤلف مشهور كي تروج هذه المخطوطة. وقفنا على مخطوطات كثيرة من هذا القبيل. وماذا فعل قسم من هؤلاء النساخ؟ حذفوا الصفحة الأولى التي فيها اسم المؤلف، ووضعوا صفحة مكانها فيها إهداء إلى السلطان الفلاني، وأتي باسم مؤلف جديد. شيء عجب يعني، سنأتي عليها بعد قليل. الكتب كثيرة ولكننا لا نتمكن أن نستقصي هذه الكتب. سنعطي أمثلة على 4 أو 5 كتب منها. الكتاب الأول هو الوسيط في الأمثال، الوسيط في الأمثال. أنت الآن قلت للواحد، وهذا هو الخطأ بعينه، هو نتحدث عن هذا الخطأ الآن. نشر أخي وصديقي الدكتور عفيف عبد الرحمن كتاب الوسيط في الأمثال سنة 1975، ونسبه إلى أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي المتوفى 468 هجرية، صاحب التفسير البسيط والوسيط والوجيز الواحدي. والناظر في الكتاب يرى أن المؤلف قد روى عن الخطيب التبريزي المتوفى 502. كيف 468 وفاة الواحدي، كيف يروي عن الخطيب التبريزي وفاة 502؟ هاي نقطة. ويروي كذلك عن الحريري صاحب المقامات وفاة 516 هجرية، كيف؟ هذا لا يصح. ويروي عن الفصيحي علي بن محمد المتوفى سنة 516 أيضا، كيف؟ ولم تشر كتب التراجم إلى تلمذة الواحد لواحد من هؤلاء الثلاثة. هاي نقطة. إذن الذين روى عنهم روي عنهم الكتاب من المتأخرين، ولا يصح أن تكون الرواية من الواحد عن هؤلاء. الأمر الثاني أن مؤلف الوسيط أشار إلى جملة من مؤلفاته، وهكذا عادة العلماء القدماء دائما يحيلون على مؤلفاتهم، لأنه لا يريد أن يكرر ما قال في هذا الكتاب، فيرجعك إلى كتابه الذي فيه تفصيل كبير للمسألة الفلانية.
قلت الأمر الثاني أن مؤلف الوسيط أشار إلى جملة من مؤلفاته ولم تشر كتب التراجم إلى أي من هذه المؤلفات على أنه للواحد. والأمر الثالث أن مؤلف الوسيط في نص الوسيط يعني قرأ ديوان الأخطل على الفصيحي في سنة 91 و400. قرأ ديوان الأخطل، وكيف يقرأ الواحد ديوان الأخطل وفاة 468 يقرأها سنة 491؟ هاي من العجائب والغرائب اللي ما التفت لها المحقق أبدا، هاي عجائب يعني. وهذا ينفي نفيا قاطعا أن يكون الواحدي المتوفى 468 هو مؤلف الوسيط. هذه الأمور الثلاثة أعلنتها لطلبتي في الدراسات العليا قبل أكثر من ربع قرن، أدرس طلاب الدكتوراه والماجستير وأنبهتهم على أن هذا الكتاب ليس للواحد، ولكنني أنا لم أتمكن من التوصل في آنذاك إلى معرفة هذا الرجل مؤلف هذا الكتاب. وبعد 10 سنوات من صدور الكتاب كتب محمد أحمد الدالي نقداً نفيساً في مجلة معهد المخطوطات سنة 85 نفى فيه نسبة الوسيط في الأمثال. جيد، هذا ما نحن نراه. وقال: ولم أهتدي إلى معرفة صاحب الكتاب على كثرة البحث والتنقير، وقد صنف في الأمثال واللغة والأدب وعلوم القرآن، ولعل البحث يكشف عنه. وهذا صحيح، كشفت عنه. واليوم وبفضل من الله تعالى أكشف عن المؤلف الحقيقي لهذا الكتاب، فأقول هو محمد بن علي بن عبد الله العراقي الجاواني الحلي، وأحياناً بكتب التراجم يقولون الحلوي، الحلي والحلوي نسبة إلى مدينة الحلة ببغداد بالعراق، عفوا تبعد عن بغداد قليلاً. ووفاة هذا الرجل 561. إذن نحن الآن واضح أنه الرواية تصح. إذن كيف توصلت إلى هذه الحقيقة؟ الله سبحانه وتعالى دائما ييسر لي الأمور في شؤون المخطوطات، وهذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. وصلت إلي مخطوطة وقمت بتحقيقها، واسم المخطوطة نزهة الأنفس وروضة المجلس، الآن في المطبعة لم تنشر بعد، يعني صار لها 6 شهور في المطبعة. لنفس هذا المؤلف للعراقي، وكان مؤلف الوسيط في الأمثال قد أشار إلى نزهة الأنفس في مواضع كثيرة، يحيل على كتابه يعني. ماذا يقول؟ قال مثلا في صفحة 41 قولهم، هو شبيه بالأمثال، الكتاب شبيه نزهة الأنفس بكتب الأمثال، وسار على غرار أبي بكر بن الأنباري في الزاهر بالضبط، يعني متابعة. لأن أنا لماذا يعني حققت الكتاب؟ لأن له علاقة كبيرة بكتاب الزاهر الذي حققته وطبع 4 مرات. قال: والقصة قولهم آكل لحمي ولا أدعه لآكل، قال
والقصة شرحتها برمتها في نزهة الأنفس، رجعت النزهة الأنفس وجدتها القصة بحذافيرها في الورقة الخامسة باء. نعم، ما طبعتها بعد، ما طبعتها، أريد أوديها يعني انطيتها لطباع في بيروت، وبعدنا بالمفاوضات، ما أريد يعني بعدنا، لأنه تدري أنت يعني مع الأسف الشديد أنت لا تتصورون إحنا عندنا كتب كثيرة نحن نجني من وراءها شيئا أبدا، الناشرون جميعهم لا يصدقون، ينشرون الكتابة وتبقى تتابعهم على نسخ وليس على المكافأة، مشكلة. ونتحول من يعني من ناشر إلى ناشر وكلهم سواسية، كلهم سواسية، الذي في السعودية والذي في سوريا والذي في بيروت كلهم لا يعطون الحقوق لأحد أبدا. على أي حال، وقال في صفحة 43 من كتاب الوسيط: قولهم أساء سمعا فأساء إجابة. ماذا قال العراقي أو صاحب مؤلف الوسيط؟ وقد شرحت ذلك في مكانه من كتاب نزهة الأنفس. وبالفعل رجعت إلى نزهة الأنفس ووجدت في الورقة السادسة أليف. وفي صفحة 46 قال صاحب الوسيط: قولهم أشأم من البسوس. قال: وقد شرحته في كتاب نزهة الأنفس، والقول والمثل مفصلا في نزهة الأنفس في الورقة العاشرة أليف. وفي صفحة 64 قال: أجود من حاتم. قال: وقد ذكرت طرفا من أخباره، يعني حاتم الطائي، في كتاب الموسوم بنزهة الأنفس. وبالفعل في الورقة 49 من نزهة الأنفس كلام عن حاتم الطائي وهذا المثل لماذا ضرب. لا لا، كيف؟ لولا نزهة الأنفس لبقي المؤلف الوسيط مجهولا ابني. لا لا لا، كيف؟ مو أنا قلت هو الذي فتح لي الباب. وقال في صفحة 65: أجود من كعب. قال: وقد أودعت كتابي نزهة الأنفس طرفا من سيرته. ورجعت إلى نزهة الأنفس في الورقة 50 باء، فإذا بي هذا المثل وكلام عن كعب بن مالك. أقول وفي خلينا نكمل هاي السنين الأخرى. وفي صفحة 79 قول موجود هنا، وهنا ما أريد أن أطيل عندنا كلام كثير. وفي صفحة 94 أيضا جاء بخفي حنين وقال: وفي هذا المثل عدة أقوال ذكرتها في الكتاب المترجم بنزهة الأنفس فلا نطيلها هنا. هو المؤلف العراقي. أقول: وهذه الأقوال في نزهة الأنفس. إذن كل هذه حوالي 9 مواضع أو 8 إحالات على نزهة، وكلها موجودة وصواب. إذن هذا دليل على أن المؤلف واحد، ليس هذا فحسب، وإنما وأشار المؤلف، أقصد مؤلف الوسيط، إلى كتاب المنيح في شرح كتاب الفصيح في المواضع الآتية. صفحة 41 قال: وقد ذكرت معنى ذلك بوجوهه في كتاب المترجم المنيح
في شرح الكتاب الفصيح، وفي صفحة 48 يقول: وقد شرحت القصة وما جاء في هذا المثل في كتاب المنيع، وكذلك في صفحة 83، وكذلك في صفحة 84، وفي صفحة 98، وفي صفحة 103. يسميه كتاب المنيع في شرح كتاب الفصيح، وفي صفحة 176. أقول: والمنيح من مؤلفات محمد بن علي العراقي، ذكره في كتاب نزهة الأنفس وروضة المجلس. قال في الورقة 13 ألف: وقد استقصيت شرح ذلك في كتاب المنيح في شرح كتاب الفصيح. صريح. وقال في الورقة 27: وقد استقصيت ذكره بوجوهه في كتاب المسمى بالمنيح في شرح الفصيح. وقال في الورقة 80: وقد ذكرته بوجهه في كتاب الموسوم بالمنيح في شرح الفصيح. إذن انتهينا. شرح الفصيح اللي ذكره بستة مواضع، أشار كذلك إلى أن هذا الكتاب هو من تأليفه، لأن هذه الكتب حينما عددت في الوسيط لم يتمكن أحد أن ينسب كتاباً واحداً منها إلى أي مؤلف أبداً. هذا إذن كتابان نص عليهما: المنيح ونزهة الأنفس. وأشار في الوسيط إلى كتاب آخر من مؤلفاته هو إيضاح الناسخ والمنسوخ في القرآن. أقول: وإيضاح الناسخ والمنسوخ في القرآن من مؤلفات محمد بن علي العراقي، ذكره في كتابه نزهة الأنفس. قال في صفحة في الورقة 61 باء: وقد شرحت ذلك في كتاب الموسوم بإيضاح الناسخ والمنسوخ في القرآن. صريحة. وأشار العفو مؤلف الوسيط في الأمثال إلى كتاب آخر من مؤلفاته هو البيان لأسباب نزول آي القرآن في صفحة 69. قال: وقد ذكرت قصته مشروحة في كتاب الموسوم بكتاب البيان لأسباب نزول القرآن. أقول: وهذا الكتاب أيضاً من مؤلفات محمد بن علي العراقي، ذكره في كتاب نزهة الأنفس وروضة المجلس في الورقة 111 ألف. ألف هنا وجه الورقة، وباء ظهر الورقة للعلم يعني. ماذا قال في نزهة الأنفس؟ وقد شرحت قصته في كتاب الموسوم بإيضاح الناسخ والمنسوخ في القرآن، وفي كتاب الموسوم ببغية الطالب ومنية الراغب في علم الناسخ والمنسوخ أيضا أوفى من الأول، وفي كتاب البيان في سبب نزول آي القرآن. انتهينا من الكتب. هذه الكتب ذكرها في الوسيط، وهي برمتها ذكرها العراقي في كتابه نزهة الأنفس. نأتي إلى الشيوخ الثلاثة الذين روى عنهم مؤلف الوسيط، والثلاثة هم شيوخ محمد بن علي العراقي كما جاء في المواضع الآتية من كتابه نزهة الأنفس وروضة المجلس. خطيب التبريزي قال في الورقة 13 باء: وسألت شيخنا أبا زكريا الخطيب التبريزي رحمه الله. إذن هو من شيوخه، التبريزي من شيوخ العراقي. وقال في الورقة 47: وسمعت شيخنا أبا زكريا التبريزي
وقال في الورقة 73 ألف، وأنشدني الشيخ الإمام أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي الخطيب بمدينة السلام، قاف 98 باء، وأنشدني الشيخ الإمام الخطيب أبو زكريا التبريزي رحمة الله عليه. وفي الورقة 141 باء، وأنشدني شيخنا أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي رحمة الله عليه. وفي الورقة 161 ألف، سألت شيخنا أبا زكريا التبريزي رحمة الله عليه. نأتي إلى الحريري، قال في الورقة 7 ألف، أنشدنا شيخنا الحريري البصري. خلاص الحريري البصري هو صاحب المقامات المتوفى 516. وفي الورقة 35 باء، قال وأنشدني شيخنا أبو محمد القاسم بن علي الحريري لنفسه. وفي الورقة 47 قال وقال شيخنا الحريري رحمة الله عليه. وفي الورقة 154 قال أنشدني الحريري. وفي الورقة 161 باء، قال وقال شيخنا الحريري البصري رحمة الله عليه. الفصيحي جاء في الورقة 7 ألف، أنشدنا شيخي الفصيحي في سنة 91 و400 بالحلة بالجامعين منطقة لذي الرمة، أنشد بيت من الشعر لذي الرمة. في الورقة 47 قال فحكيت ذلك للفصيحي فقال ليس كذلك، سأل عن مسألة لغوية قال له ليس كذلك. وقال في الورقة 154 ألف، أنشدني الفصيحي في صفة ناقة. ولا بد من انتهينا من الشيوخ الثلاثة، وهم نص على أنهم من شيوخه. ولا بد من الإشارة إلى أن كثيراً من الأقوال التي جاءت في الوسيط في الأمثال موجودة في نزهة الأنفس وروضة المجلس، ولإلقاء الضوء على هذا التشابه بين الكتابين نختار مثالاً واحداً، لا نريد أن نطيل لأن عندنا كلام كثير. جاء في الوسيط صفحة 99 المطبوع 100، ومن ذلك قولهم حلف بالسماء والطارق. قال الأصمعي السماء المطر، وكانوا يحلفون به لعزته ومنزلته عندهم. وأنشد كالأقحواني غدا تغبي سمائه جفت أعاليه وأسفله ندي. وأنشدني الشيخ الخطيب التبريزي رحمة الله عليه لبعضهم إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها وإن كانوا غضابا. وذهب قوم إلى أن المراد بقول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون إنما هو المطر والله أعلم. وقال أبو عمرو أرادوا به نفس السماء. وأما الطارق فنجم سمي بذلك لأنه يأتي بالليل، والطروق لا يكون إلا في الليل إلا بالليل. قالت هند نحن بنات طارق نمشي على النمارق، يعني أو تعني هند بنات النجم مفتخرة بذلك. وقال بعض المحدثين الطراق الضيف، فكأنهم وانتهى الكتاب انقطع، فكأنهم لاحظوها لهذه الكلمة. ماذا قال المحقق في الحاشية؟ يلي ذلك صفحات مفقودة من المخطوط. حينما نأتي إلى نزهة الأنفس الكلام كله ما أريد أعيد قراءته بحذافيره كما هو، لكن
أكملن فكأنهم. ماذا قال؟ وقال بعض المحدثين الطارق مو الطراق، الطارق في المثل الضيف، فكأنهم هنا انتهت المخطوطة. هذا الكتاب ماذا قال؟ فكأنهم أقسموا به لكرامة الضيف عليهم. لاحظوا، فكأنهم أقسموا به لكرامة الضيف عليهم. نخلص من كل ذلك إلى أن مؤلف الوسيط في الأمثال هو محمد بن علي بن عبد الله العراقي الجاواني الحلي أو الحلوي الشافعي المتوفى 561. والجاواني قبيلة من الأكراد كانت تسكن الحلة وما زالت قبيلة من الأكراد، جاوان. وأعتقد ماكو وطبعا ذكرت لكم مصادر ترجمة العراقي من طبقات الشافعية ومن الوافي بالوفيات وبقية الوعات والدر الثمين في إلى آخره. يعني أنا الحقيقة بدأت ما أشك في أي بدأت ما أشك في أن هذا الكتاب هو، وهل هناك يعني هل أحد منكم يشك أن الكتاب هذا هو كتاب الوسيط في الأمثال؟ انتهينا من كتاب الوسيط في الأمثال. كتاب آخر صدر، كتاب في بيروت باسم الأشباه والنظائر، وكتب تحت بين قوسين ليس من العنوان في الألفاظ القرآنية، وقال تأليف الثعالبي المتوفى 429 هجرية، وحققه محمد المصري. ولم يكن بين يدي الأستاذ محمد المصري وهو يحقق الكتاب إلا أصل واحد من مخطوطات مكتبة ولي الدين باسطنبول، وهو أصل يرقى تاريخ نسخه إلى القرن 12 الهجري، وعليه خط مؤرخ في سنة 1175. وكنت قد صورت هذه المخطوطة قبل سنين، وثبت عندي بما لا يقبل الشك أنها لابن الجوزي المتوفى 597، وهي اختصار لكتابه الكبير الموسوم بنزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ومنشور هو. وفي عام 79 صدر كتاب لابن الجوزي عنوانه منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر. وعند مقابلة هذا المنتخب بكتاب الأشباه، طبعا منسوب لابن الجوزي من صدر المنتخب، وعند مقابلة هذا المنتخب بكتاب الأشباه والنظائر ثبت أنهما كتاب واحد، وصح ما ذهبنا إليه وهو أنه لابن الجوزي وليس للثعالبي. ولكن المحقق الفاضل أصر على أن الكتاب للثعالبي، وأنا لم أرى محققا يحقق في موضوع ولا يرجع إلى أي كتاب يتعلق بالموضوع نفسه. هذا ما تحدثنا عنه سابقا. يعني أنت حينما تتحدث عن الأشباه والنظائر أو الوجوه والنظائر، هو غلط، التسمية غلط، لأنه يجب أن تجمع كل ما يتعلق بموضوعك حتى تكون على بينة. ويظهر أن الأستاذ محمد المصري طبع الكتاب وهو واثق بما جاء في صفحة العنوان، وقال في مقدمة الكتاب، الكتاب ما أريد لأن طويل هو الكلام وعندنا كلام آخر، قال ألخص لكم ما قال محمد المصري. قال أسلوب المصنف وطريقته تدلل على أنه للثعالبي،
ماكو هيجي شيء ابدا ابدا ولا يدور. بعدين لم يذكر احد الكتاب منسوبا للثعالبي، وعندنا مؤلفات الثعالبي كلهم نعرفها الان. قال ايضا، لاحظوا يعني انا افضل الشخص الذي لا يعرف تراجم الأعلام، والشخص الذي لا يعرف قضايا كثيرة تخص علوم القرآن لا يورط نفسه بتحقيق كتاب، هذه مشكلة يعني، كله غلط، كتاب كله غلط. قال إن في الكتاب ما يرشدنا إلى أن مؤلفه من رجال القرن الرابع الهجري، نزل للرابع يعني مو الخامس الثعالبي. كيف يا رجل؟ إذ جاء فيه سمعت القطان يقول سمعت ثعلبا، شوفوا التحليلات. والمعروف أن ثعلبا أحمد بن يحيى توفي 291، فليس بين هذا الثعالبي وثعلب إلا راو واحد، هذا الكلام. وعرفنا من قراءة الكتاب أن له شيخا اسمه علي بن عبيد الله، ولعلنا لا نجانب الصواب إن زعمنا أن علي بن عبيد الله هذا هو من رجال القرن الرابع الهجري. هو عبيد، هذا الرجل علي بن عبيد الله الزاغوني شيخ العفو يروي شيخ ابن الجوزي، ويروي عنه ابن الجوزي، هذا سواه من رجال القرن الرابع الهجري. هذا كله تخمينات من عنده، فلا أعرف يعني كيف. أما حينما يقول القطان فهو في أول الكتاب قال أحمد بن فارس، يتكلم أربع أسطر، وقال وسمعت القطان، أحمد بن فارس وفاة 395 هجرية، هو ده يروي عن القطان، هو شال أحمد بن فارس، فإذا القطان هذا 300 وكذا هجرية و45، فإذا الكتاب من القرن الرابع الهجري. شيء عجب. وبعدين قال إحنا عندنا تعبيره، عندنا ثلاثة ثعالبة، هكذا تعبيرا قرأت الكوان. والثلاثة عاشوا في القرن الرابع الهجري والخامس، وعدد لك واحد 427 مفسر، وواحد الحسين بن محمد كان حيا 421، وواحد أبو منصور الثعالبي 429. فإذا أنا أرجح، هو يقول أرجح أن هذا الكتاب للثعالبي صحيح، الثعالبي هذا أبو 429، والدليل على ذلك أن في نقول من هذا الكتاب موجودة في فقه اللغة. ماكو هذا الكلام، ماكو في فقه اللغة نقول من هذا الكتاب، في نقول لابن القطان عن رواية ابن فارس عن ابن القطان نقول، والفقه اللغة هو يقول أنا هذا جمعته من كتب اللغة، فناقل من المجمل، طلعت العبارة موجودة الآن عندي بس ما أريد يعني. طيب، إذن القطان يعني رديت عليه رد طويل الحقيقة، وأريد أن ألخص هذا الرد. القطان قلت والقطان هو أبو الحسن علي بن إبراهيم المتوفى 345، وهو شيخ ابن فارس المتوفى 395، وذكرت ذاكرة بالنص بالمجمل، ذاكر هذا الكلام كله بالنص في كتابه مجمل اللغة، زين، في صفحة 237 في مادة
المحصنات، زين ذاكره كله. واما ابن الزاغوني فهو شيخ ابن الجوزي، واسمه علي بن عبد عبيد الله، وانه من رجال القرن الرابع الهجري، قال والى ويسمى الدقاق او الدقيقي، وفاته 415 هجريه، وربما سمي السمسمي المتوفى ايضا 415، شوف الخلط. ثم قال ولعلهما اسمان لعالم واحد. شو هذا الكلام؟ اقول هنا ايضا جانب المحقق الصواب، فعلي بن عبيد الله هذا هو شيخ ابن الجوزي، ويسمى ابن الزاغوني، وهو من اهل بغداد، فقيه من اعيان الحنابله، توفي 527 كما جاء في المشيخه لابن الجوزي والمنتظم واللباب والذيل على طبقات الحنابله والى اخره. نعم هي نعم هي. طيب هذا الرجل قد كتب مقدمة في 40 صفحة مقدمة في حياة الثعالبي، والكتاب مو للثعالبي، فأنا اقترحت يعني طويل الكلام، يعني 10 صفحات بعد تقريبا. أنا هذا هو الكتاب، صورته هذا، الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترى هاي من عنده، ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها، تأليف عبد الملك بن محمد الثعالبي، تحقيق محمد المصري، هاي نشر عالم الكتب ببيروت. وهذا هو الكتاب، الكتاب هو هذا، طابقة المنتخب مع الأشباه والنظائر، مطابقة مادة مادة. فرأيت أن عدد الألفاظ المذكورة في كل كتاب العدد واحد، وهو 153 لفظة في الأشباه، وكذلك جاء 153 لفظة وين؟ في المنتخب اللي نشر بعدين باسم ابن الجوزي، هو هذا نفسه نسخة من المنتخب. والأبواب قسمت على 29 باب في الأشباه والنظائر، هذا المطبوع غلط باسم نسبة منسوبا للثعالبي، وكذلك هي في المنتخب. العبارات واحدة في الكتابين، اللهم إلا الأخطاء، الأخطاء الناسخ يعني بعض الكلمات، زين. ولو طابقت الكتابين لوجدتهما كتابا واحدا، فإذا هذا الكتاب ليس للثعالبي، ويجب أن يعاد يعني الإشارة إلى ذلك وتحذف إذا أراد. هو توفي رحمة الله عليه، ولكنه الحقيقة أنا أشرت، لأن هذا كتبت المقال وهو حي، وأرسلت إلى نسخة من مقالتي في مجلة المورد نشرته، وإذا به يشتمني، دا وجهه إلى الصحيح يشتمني. هو تمام اسمه محمد المصري، لكن هو سوري، أي سوري، شتمني. فنسيب الدكتور وليد القصاب، قلت له يا أخي أنا ماذا فعلت؟ يعني أنا وجهته وقلت أرجو أن يعيد طبع الكتاب ويحذف ترجمة الثعالبي وينسب النسبة الصحيحة، قام يشتمني. يلا، نحن كثير من الشتائم وصلت إلينا، لكنها والحمد لله هي خدمة للعلم، تكون في ميزان حسناتنا. لا 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 لا، أنا ما أعرف هذا الشيء، أنا أعرف أنه توفي، لكن لا أعرف، لم يخبرني الدكتور وليد وهو صديقي أنه انتهت بالقتل. على أي حال، إلى رحمة الله، رحمه الله تعالى وغفر له. طبعا أما عن تحقيقه فما أريد أقول لكم يعني كيف حقق الكتاب، نترك هذا
لأن عندنا كتب أخرى منسوبة إلى غير أصحابها. غدا في مادة نقد التحقيق سأشير إليه. أحسن. من خلال تتبعات أخي الدكتور بشار للمخطوطات والتي سبر غورها وقف على كتاب هو أشار إلى ذلك، لكن هذا من ضمن الموضوع، يعني من ضمن الموضوع، وقف على كتاب اسمه تحفة الأمراء في تاريخ أو تواريخ الشعراء، وكتب عليه للغرناطي الصفحة الأولى. ويقول الدكتور بشار حينما تصفحت الصفحة الثانية وجدته يمثل المجلد الخامس من تاريخ إربل لابن المستوفي المتوفى 637 هجرية والمسمى نباهة البلد الخامل في من ورده من الأماثل. إذن هذا الكتاب أيضا نسب إلى غير مؤلفه، نسب إلى أندلسي. الكتاب الآخر أيضا من اكتشافات أخي الكريم الدكتور بشار المستملح للذهبي، والمستملح اختصار للتكملة، يعني هو اختصر التكملة. بسبب ذهاب الورقة الأولى ظن قسم من الباحثين أنه قطعة من كتاب التكملة لابن الأبار، وأخذوا منه بعض التراجم ككوديرا وغيره واستدركوه على التكملة، وأثبتوا الزيادات التي أثبتها الذهبي. الذهبي عادة يقول قلت وكذا وكذا، أثبتوها أيضا. والكتاب نشره أخي الدكتور بشار، وقصة الكتاب موجودة في مقدمة النشرة، اللي يحب يطالعها في طبعت في دار الغرب الإسلامي. كتاب آخر النكت في إعراب القرآن لعلي بن فضال المجاشعي، وفاته 479 هجرية. هذا الكتاب نشر في السعودية على نسخة تشستر بيتي الوحيدة، واللي ما عليها عنوان ولا هذا، واجتهدت المؤلفة واخذت بي رسالة الدكتوراه واجتهدت ونسبته إلى غير علي بن فضال. زين. وقفت على أربع نسخ من الكتاب. نسخة تشستر بيتي ما عليها عنوان ولا نسبة إلى المؤلف، نسخة صريحة لعلي بن فضال، نسختان زورتا فحذفت الصفحة الأولى، وكتب أحدهم ناسخ كتب مقدمة وأهداها إلى السلطان في القرن في سلطان من السلاطين في القرن التاسع الهجري، ونسبها لمن نسبها حتى تكون الكتاب لقيمة، تعرفون أبو حيان الأندلسي 745 وفاته، صاحب البحر المحيط وارتشاف الضرب، يعني رجل معروف. بالأخير قال انتهى كتاب النكت الحسان لأبي حيان النحوي الغرناطي، وقدم نسخة خزائنية قدمها هدية للسلطان، هاي النسخة الثانية مزورة يعني، وهي لعلي بن فضال. النسخة الثالثة كذلك زورت وأهديت إلى سلطان آخر،
شيء عجب يعني تجارب هذا الكتاب، لأنه كتاب نفيس صدر الآن في مجلدين. نعم حينما لا طبعا لا حينما يقدم له كتاب للسلطان وباسم المؤلف الفلاني، السلطان ما أدرى يعني ما أدرى يعني هل هو يعلم أنه لعلي بن فضال المتوفى 400؟ طبعا قسم من السلاطين ما لهم علاقة، يريدون مخطوطات تهدى إليهم. زين خو ما يحقق ويدقق مثلنا يعني، ها ما عنده شغل وعمل يعني. هاي صارت 3 نسخ راحت من ايدي انا، النسخة التركية الأصلية واضحة ومنسوبة إلى علي بن فضال المجاشعي الفرزدقي، لأنه ينتسب إلى جدة يعتبر من أجداد الفرزدق، ونشر على هذا الأساس وهو الصواب، واستعين بالنسخ الثلاثة الأخرى، وكانت هي رسالة الدكتوراه الحقيقة عندي الآن جزئان. وهذا من العجب يعني 4 مخطوطات 3 منسوبة للرجل، 2 مزورة أهديت إلى السلاطين، وواحدة مجهولة نسبتها امرأة أخذت بها رسالة الدكتوراه ولا وجود لأي دلالة على اسم المؤلف. على كل كتاب آخر الحقيقة هذا الكتاب يعني أنا مشترك بالخطأ مالت نسبته. كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب، نشرناه في جامعة الموصل بمشاركة 2 معي 1982 بمناسبة عقد مهرجان أبناء الأثير 3. واكتشفت أن الكتاب ليس لابن الأثير، وفي عام 1999 وقفت على نسخة مصورة في مركز جمع الماجد للثقافة والتراث بدبي من كتاب اسمه البرهان في علم البيان، ومنسوب أيضا لضياء الدين ابن الأثير. لاحظوا كلمة ضياء الدين لأن سنأتيها بعد قليل. فصورتها وتفحصتها طوال هاي السنوات، فإذا هي نسخة 3 من كتاب المنشور اللي نشرناه كفاية الطالب. تختلف في الترتيب، وكاتبها يعرف اللغة ومتقن، ويعني لا نرى كسراً لأبيات الشعر، يضبطها أحسن من النسختين السابقتين، وفي زيادات. قابلت هذا البرهان بالعمدة فإذا به نسخة بحذافيرها من العمدة، ولكن القضايا البلاغية والنقدية فقط استلمنا العمدة. تدرون العمدة في أيام العرب وفي كذا وكذا وكذا، والأبراج والسماء هو انتقل قضايا البلاغية. طابقت باب بباب هو انتبهوا. ومما يدفع نسبة الكتاب إلى ضياء الدين الأمور الآتية: منهج الكتاب يختلف عن منهج ابن الأثير، وابن الأثير هذا رجل معتد بنفسه بشكل يعني عجيب غريب، يملأ كتبه برسائله الشخصية، يعني تجد المثل السائر كل رسائله، وكان يقحم هذه الرسائل في مؤلفاته، ولم
كان يحتقر الآخرين من المؤلفين، ولم يذكر ابن رشيق في كتبه كلها أبدا. يعني هو في غنى عن أن يذكر ابن رشيق، من ابن رشيق بالنسبة إليه؟ لكن في هذا الكتاب كفاية الطالب أو البرهان ورد ابن رشيق، لأن هذا الرجل ناقله بالناس. سأقول لكم من اللي نقله ومن ألفه. وابن الأثير في مؤلفاته المثل السائر والجامع الكبير والوشي المرقوم والاستدراك لم يذكر ابن الأثير ابن رشيق أبدا. ولا يعقل أن يلجأ ابن الأثير إلى انتقاء قضايا البلاغة والنقد من العمدة بعبارة ابن رشيق نفسها. ابن الأثير ما لا يفعل هذا، فهو أرفع من ذلك، لا يعمل هذا. وبعد ذلك لابن الأثير كتاب اسمه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، فما معنى أن يؤلف كتاب آخر في الموضوع نفسه سمى كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب؟ مستحيل يعني. وله كتابان آخران هما الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، والوشي المرقوم في حل المنظوم. وهذه الكتب الثلاثة تختلف عن منهج كفاية الطالب أو البرهان اللي لقينا نسخة ثالثة اختلافا بينا كما سلف. ولا يتعدى الاستشهاد بالشعر في كفاية الطالب ابن رشيق القيرواني المتوفى 456، لأن نقل كل ما فيه عند ابن رشيق. من هو مؤلف الكتاب إذن؟ في آخر نسخة مكة المكرمة ورقة جاء فيها، لاحظوا هاي الورقة فتشت عنها، أنا ما جايبها معي، ولا كنت أريد يعني هذا، بس الكتاب سيصدر مطبوعا وفيه الورقة. كتب ما يأتي: كتب في ظهر مناسكه قدس سره، وقع الفراغ من تأليف هذه الأوراق وجمعها. لاحظوا تأليف هذه الأوراق وجمعها، وريقات منتقيات يعني، ضحوة يوم الخميس 22 من شعبان المعظم في شهور سنة 77 و800 بمدينة السلام بغداد، وافقت التوجه إلى بيت الله الحرام. وأنا الفقير كاتب هذا مؤلف هاي الوريقات، وأنا الفقير عبد الرحمن بن أحمد الجامي وفقه الله سبحانه لما يحبه ويرضاه، وكتب التاريخ هكذا 22/7/877 بالخط القديم، يعني شوف التاريخ كتبه بالأرقام هاي. ولأهمية هذه الورقة فقد ألحقت صورة منها ليقف القراء عليها في المطبوع اللي سيصدر. يعني الجامي هذا من المتصوفة، والجامي هذا هو مؤلف كتاب الفوائد الضيائية في شرح الكافية لابن الحاجب، أهداه إلى ابنه ضياء الدين ليتعلم النحو. اسم ابنه ضياء الدين. وأراد وطبعا وسماه باسمه، وأراد الملا جامي، احنا نسميه الملا جامي كتابه مطبوع نسبة إلى الملا جامي هم يسموه، وأراد الملا جامي أن يضع وريقات لابنه ضياء الدين في البلاغة والنقد ليكتمل تعليمه، لأن نحو خلص الفوائد الضيائية شرح الكافية. إذن لابد أن يقف على يعتنون بتربية أولادهم، يعني لابد أن يقف على البلاغة. فلخص له ما جاء في العمدة مع أبيات قليلة من حفظه، هو يحفظها كان خلت منها العمدة، يعني 6 أبيات مو أكثر يعني. وظن قسم من النساخ أن ابنه ضياء الدين هو ضياء الدين ابن الأثير، إما جهلا وإما تزويرا لشهرة الأخير
ابن الأثير مشهور يعني ضياء الدين ابن الأثير، والله تعالى أعلم. ولا بد من الإشارة إلى أن الجامي توفي سنة 898، وترى ترجمته موجودة بكثرة في كتب الصوفية، زين، ويترجم له طبعا السخاوي ضوء اللامع، زين. نخلص من ذلك إلى أن هذا الكتاب الموسوم بكفاية الطالب أو البرهان ليس لضياء الدين ابن الأثير أبدا. لاحظوا، هو حينما أراد أن يتوجه إلى الحج كما ذكرت كتب التراجم، حينما وصل إلى بغداد أبلغ بأن الطريق غير صالح لسلوك للحج، فبقي سنة في بغداد ينتظر الموسم القادم للحج، فألف هذا الكتاب الابن وراح حج بعدين ورجع. هذا غيظ من فيض مما نسب من الكتب التي نسبت إلى غير أصحابها. ومع الأسف الشديد هناك كثير من التزويرات في المخطوطات، وإلى يومنا هذا هناك مخطوطات تزور إلى يومنا هذا وتباع على أنها لفلان المؤلف الفلاني وهي كذب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.